صبايا احنا على برج من الابراج مقابلنا بالضبط مقابلنا بالضبط الحي النصارى مدينة القدس مكونة من اربع احياء رئيسية هاي الاحياء الاربعة الرئيسية هي احياء تدمغ بالاثنيات شو يعني تدمغ بالاثنيات يعني صفتها العامة اثنية عشان هيك بنسميهم حي اسلامي حي النصارى او حي المسيحي حي الارمني وراه شايفين هاي القبة البيضة الصغيرة مركبين عليها هالهيكل الجديد اللي بنوه كنيسة الخراب هذا من في وسط الحي اليهودي اللي حكينا عنه الحي الاسلامي هو الحي الاكبر في المدينة مساحة 52% يعني نصف مساحة المدينة تقريبا بيشمله المسجد الاقصى وقبة الصخرة والاحياء الاسلامية العربية المسيح حارة النصارى حارة النصارى عدد سكان الحي الاسلامي 27250 ديموغرافيا شو يعني ديموغرافيا؟ سكانيا ديموغرافيا هو اكثر تجمع انساني في العالم وعشان هيك مليء بالمشاكل الانسانيه والاجتماعيه مش خصوصيه من مره بتأثر بدنا نقعد قديش عدد بالضبط 27250 في اخر احصائيه احصائيه 2010 معقول هالقد يوسع؟ جزء منهم مسجلين زيفا عشان الهويات على اساس التامين والهويه والمحافظه على الهويه بس هو عمليا ما بيقدر يوسع صح بس هو كمان في كثافه يعني بتلاقي المغاره ساكنينها ناس عشان هيك مستهدف من قبل المخابرات الاسرائيليه من الثمانينات عشان هيك بتلاقي نسبه المخدرات انتشار المخدرات عاليه كل الافات الاجتماعيه صح يعني اليوم في جمعيات ارشاديه شغل كثير من الحركه الاسلاميه من الحركات اليساريه ايضا يعني مشكورين على انهم بيشتغلوا رغم يعني الاختلاف الشاسع في الافكار مش مهم انهم بيشتغلوا باتجاه يعني مصلحه القدس اليوم في وعي عند شباب بلد القديمه اهون شوي من الوضع اللي كان بالثمانينات والتسعينات يعني كان وضع ماساوي نسبة في كمان هاي الاستجمام والهجران والفصل بين المرأة وزوجها يعني على سبيل المثال أنا بعلم في المدرسة العمرية عندنا 1090 طالب 382 حالة شؤون اجتماعية يعني شو حالة شؤون اجتماعية يعني يا الأب مش موجود يا مدمن يا ما بيشتغل يا الأم مطلقة يا مهجورين يعني تاركين بعض فهذه مصيبة إن كل في المدرسة عندنا مشكلة هذول طلاب العمرية أغلبهم طلاب البلدة القديمة طلاب البلدة القديمة 90% منهم بلدة في حدا بيشتغل معاهم هذول ما هي عبادة سوسيالية هنا عن اجتماعية طبيعة عن جد في يعني حدا بالمدرسة مش كثير بس يعني الحمد لله في طاقة تعليمي مش عاطل بيشتغل منيح يعني مع الطلاب وانا احسن كان لازم رحتوا على العمرية لكان كان لازم تحطوا معي في لنا واسطة بالعمرية المرة الجاي طيب الحي الثاني هو الحي المدينة طبعا نشوء هاي الاحياء هي نشوء يعني الاقدم هو الحي الاسلامي لانه من الفتره الايوبيه ونعمل على شكل حارات للعائلات يعني بتلاقي حي السعديه للعائله السعديه او السعديين قبائل السعديين اللي اجوا مع صلاح الدين الايوبي حي الاكرادي اللي هو اليوم باب حطه هذا كان للاكرادي اللي هم اجوا مع صلاح الدين الايوبي حي النصارى معظم نشا في الفتره المملوكيه والعثمانيه وحي النصارى اليوم مساحته ربع مساحة البلدة القديمة تقريبا 217 دنم نسينا نقول قديش مساحة المدينة كاملة 871 دنم هذا 217 الحي الإسلامي 436 دنم كل المدينه داخل الاسوار بدل القديمه داخل الاسوار برا الاسوار 72 كيلو متر مربع كل 1000 دنم ايش بيطلع؟ 1 كيلو متر مربع يعني مدينه القدس هي اقل من 1 كيلو متر فهمتي؟ مربع بعيش فيها حوالي 6000 وانا بشوف الرقم
النصارى هذا؟ لأنه في نسبة هجرة عالية من المسيحيين في المكان. بتقسم لأحياء. طبعاً الحي اللي قدامنا إقبالنا يعني أكبر مبنى انبنى سنة 1876 اللي هو بطريركية اللاتينية. جديد. 1876 بس لكن البطريركية اللاتينية جاءت في يعني على الطرف السور الغربي الشمالي، يعني إذا بتضلي ماشي هيك كله بتلاقي حي اللاتين في الوسط حوالين كنيسة القيامة، حي الرومي الأرثوذكس، طوائف الديانة المسيحية. أكثر ناس بيملكوا داخل البلد القديمة في حي المسيح هم الرومي الأرثوذكس، لكن عدد سكان اللاتين أكثر. كنت كثير؟ هو في هجرة في كل المسيحيين بس عدد اللاتين أكثر من الروم الأرثوذكس، لكن ملكية أماكن روم أرثوذكس أكثر. بالإضافة لهيك في عندنا كمان حي صغير للأخباط، حي صغير للسريان، روم كاثوليك، في حي خاص للأرمن، حي الأرمن اللي هو هم بيدعوا إنهم 750 واحد، بس أنا بشارط يعني إذا بدنا 300 أو كذا. يا أول ما يسمعوا التداخل من برا، هم يعني كثير طايحين، تزوجوا من بعض، يعني حتى بدرسوش، معظمهم بدرسوش يعني بتزوجوش الا ارمنيه، بتزوجوش من، واذا بتضطر ما بنلاقيش بنت هون يا بيطلع على دول عربيه فيها ارمن يا بيروح على ارمينيا نفسها وبتزوج من الارمن. مدارسهم مستقله تماما عن المدارس المسيحيه الثانيه، إنهم كنيسة اسمها كنيسة القديس يعقوب، مش مبينة من القلعة، إنها وراء القلعة. الأرمن هي أول دولة رسمية أعلنت اتباعها الديانة المسيحية سنة 301. متى تحولت الدولة الرومانية إلى دولة بيزنطية مسيحية؟ 314 لما الملك قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين، أعلن الديانة المسيحية ديانة رسمية للبلاد. ما اكتفاش بهيك، وحد الدولة الرومانية الغربية والشرقية، صارت روما وبيزنس، بنى قسطنطينوس بول اللي هو القسطنطينية اليوم، صح؟ أو اسطنبول أو اسطنبول أو اللي هي أثينا اللي هي عاصمة تركيا اليوم. وإيش كمان عمل؟ لانه هم بيعتبروا نفسهم مميزين، ولو اقدم امه اتبعت الديانه المسيحيه بشكل كامل، يعني مثلا البيزنطيين او الناس يعني كانوا افراد، ناس من بلغاريا مثلا يتبعوا الديانه المسيحيه، مجموعه من الاردن، مجموعه من الخليل، مجموعه من لكن دوله كامله تعلن نفسها بكل شعبها بكل اراضيها بكل ما كنا انه احنا الديانه المسيحيه. هم الارمن سنه 301 ميلادي، الارمن اجوا على بلادنا في فترات متقطعه، لكن أكثر فترة تواجد فيها في المكان وأسسوا هذا الحي اللي هم بعد مذبحة الأتراك لهم سنة 1915، يسموها هم طبعا في مبالغة دائما في المجازر، يسموها مذبحة المليون شهيد، بيحتفلوا فيها 15/10. الأرمن مساحة المكان كله، سموهم أرمن لأنهم من أرمينيا اللي هي واحدة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. مساحة الحي نفسه سدس مساحة المدينة، 117 دونم تقريبا، 116. آخر حي اللي هو الحي اليهودي، والحي اليهودي زي ما قلنا هو أربع أحياء عربية، حي الحيادرة، الشرف، المغاربة والريشة، اللي تحول طبعا عدد سكانه 2100 يهودي، وجزء كبير من مبانيه هي بقايا الأحياء الأربعة السليبة. هي السليبة عشان تدمعوا بس ما دمعهم عن كثر مشاعر.